وحول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير صلاح المالكي، سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة. مساء الخير سعادة السفير، وأهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. بداية، هل هناك كلمة تود توجيهها بهذه المناسبة العزيزة؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. بالتأكيد اليوم شعب مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، يشاركون دولة الكويت الشقيقة وفي مقدمة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله، وكافة أفراد الشعب الكويتي الشقيق أفراحهم بهذه الذكرى العزيزة، وهي ذكرى العيد الوطني المجيد 63 وذكرى يوم التحرير 33. طبعا هناك يعني علاقة أخوية تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وقواسم مشتركة، ولا شك طبعا أن هذه العلاقة بين البلدين تتسم بخصوصية فريدة من نوعها، كونها علاقات تاريخية تجمع الأسرتين الكريمتين لما يزيد على 300 عام. وانعكست تلك أيضا العلاقة على الشعبين الشقيقين في الاندماج ووشاج القربة والمصير المشترك وروابط الدم. لذلك نجد أن الفرح اليوم تعم البلدين الشقيقين في نفس الوقت بذات الوقت. يعني شفنا الأمس العاصمة المنامة تتوشح باللون الأزرق، ورأينا كثير من الأخوة الكويتيين الذين يعني موجودين في مملكة البحرين يتقاسمون معها هذه الفرحة، دليل ذلك على الأخوة المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين. طبعا العلاقة بين البلدين تزخر بصفحات مضيئة كثيرة في عدة مراحل من تاريخنا في العلاقات، سواء الدبلوماسية الحديثة بمفهومها العصري أو قبل ذلك. نعم. وهي تأتي أكيد بالطبع تأتي بفضل دعم من القيادات في البلدين الشقيقين على يعني على مختلف المراحل التي تأسست عليها هذه العلاقة القائمة على علاقة صلبة وقوية تجمع الشعبين والقيادتين الشقيقتين. لذلك دائما نقول إن شاء الله احنا دائما أخوة وعزوة لبعضنا في جميع المراحل، في السراء وفي الضراء إن شاء الله. نعم بالتأكيد. سعادة السفير صلاح المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، شكرا جزيلا لك.